دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. السلام عليكم. مرحبا الله بعدكم وغفر الله لنا ولكم. أهلا وعليكم السلام. ما هذه تتم فلا أصلاء فحسبك تقبل الله طاعتكم. أما كل عام أنتم بخير. هذه تحية الكفار صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا. بس نحن نسأل الله أن تكون خير ذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير.